كل من يودي حزبه حتى يدمر الشعب. ليش عمي هيك دمرتوا العالم رجعتوها قرون؟ كثيرة هي محاولات الحكومة وأحزابها وميليشياتها لفض التظاهرات في العراق بمهاجمة المنتفضين وقتلهم في الساحات تارة، وبملاحقة الناشطين وخطفهم واعتقالهم تارة أخرى. إلا أنه ومع تلك المحاولات يزداد المتظاهرون في بغداد والمحافظات إصراراً على الاستمرار حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. وبرغم المطالبات الحكومية بإنهاء الإضراب الطلابي، لم يتنازل الطلاب عن حقهم في التظاهر والإصرار على الاعتصام. إصرارنا باقي مثل ما هو، وهذا التصرف يعني من قبل الميليشيات ما راح يبقى هو، بالعكس احنا راح يزيدنا إصرار على هذا الموضوع، واحنا ما راح نتنازل عن هذا الشيء ابد. احنا نريد مطالبنا، اولا احنا جايين اليوم احنا جايين نريد وطن، ثانيا يعني استقلال عادل عبد المهدي، هذا كان اول مطالبنا، ثانيا الغاء الاحزاب، ونبقى مستمرين لارواح الشهداء، ونبقى مستمرين لاموالنا اللي انسرقت، ونريد نعيش عيشه يعني بها حظ. الطلاب اكدوا ان سقوط مئات الشهداء والاف الجرحى من المتظاهرين زادهم اصرارا على التظاهر والاعتصام. هسه احنا بدنا نحارب لانه نساندهم، واحنا مستحيل دم شهيد يروح والله لانه جت مدير مدرس يخوف، لا درجات ولا سنه يهمنا، كل شيء ما يهمنا، دم الشهيد من هو ضحى بدمه وضحى بنفسه وحياته كلها وبعائلته وامه تبكي عليه وزوجته واطفاله، بعدين شنو يا سنه دراسيه يا دراسه فدوه لهم. احنا طالعين حتى ما يروح دم الشهداء هدر، يعني احنا نطالب بحقهم، هم طلعوا ياخذون حقهم لكن استشهدوا يعني، واحنا بدنا ناخذ حقهم بدالهم. ودا يزداد عدد الطلاب لان الواقع بي وما دا يسوء اكثر، فلهذا احنا مستمرين وان شاء الله باقين لحد ما ينفذون مطالبنا. حقوقهم المسلوبة من قبل الحكومة واحزاب السلطة دفعتهم الى ترك مقاعد الدراسة والالتحاق باخوانهم في ساحات التظاهر. احنا كعراقيين كبلد وكشعب نستحق افضل، يعني احنا عندنا خيرات وعندنا كل شيء انه اهلنا نكون دوله ممتازه، يعني فمقارنه باللي عندنا احنا ما نشوف اي شيء من حقوقنا، فاحنا ابسط حقوقنا نطلع على موتها، واذا صارت ابسط الحقوق راح نستمر منها لما يعني بلدنا يصير احسن البلدان بين العالم. يعني الطلاب اكدوا ايضا ان الحكومات المتعاقبه لم تقدم اي انجاز، الامر الذي دفع الى انفجار الشارع ضد حجم الفساد. الحكومه لحد الان صار لها 16 سنه ما مسويت لك انجاز واحد، اريد انجاز واحد للحكومه على مود تطلع تحاججك بهذا الانجاز، لحد الان انجاز واحد ما موجود، زين انت شلون تريد هاي العالم هيجي؟ هسه انت بالنسبه للواحد العده ما يحس بالفقير، اكو عالم فقره ما حد يدري بيها. طلاب وطالبات العراق كانوا وما زالوا في مقدمة صفوف ثورة تشرين في مشاركة واسعة وغير مسبوقة إعلاء لصوت العراق، العراق وحده.